تقوم مديرية بلدية الموصل هذا اليوم بحملة تشجير في الجزرات الوسطية في الجانب الأيمن، وبالتعاون مع حملة ثير الهلا التي جاءت من مجموعة من الشباب المتطوعين من إخوتنا في جنوب العراق ووسطه. وهذا العمل إنما يؤكد الأخوة والعلاقة الحميمية بين العراقيين كافة، وإننا بدورنا كبلدية الموصل نشكر هذه الجهود وندعم كل طاقة شبابية تقوم بخدمة الموصل الحدباء، ونتطلع إلى بناء الموصل وإعادة إعمارها بهذه الجهود. بتوجيهات من السيد مدير بلدية الموصل المحترم وضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الغزلاني، وبالتعاون والتنسيق مع كثير الهلا شباب ومتطوعين محافظة الجنوب، تم تشجير الجزرات الوسطية في شارع الدواسة خارج مع صبغ القوالب الجانبية من قبل كوادر هندسة المرور العائدة لمديرية بلدية الموصل. ونحن بدورنا نشجع الكوادر الشبابية لإعمار مدينة الموصل وجعلها بمنظر أجمل. أنا ناشط مدني من محافظة ديالى، اليوم جينا لمحافظة الموصل هنا كمتطوعين وناشطين عن بقية المحافظات، ما يقارب 55 ناشط مدني عن 10 محافظات. هذه الناشطين من أغلب المحافظات اليوم جت هنا أن تزرع هذه الأشجار في هذا الشارع حتى يكون زينة لمحافظة الموصل، وأيضا نقدم الشكر لكل الناشطين من بقية المحافظات وناشطين من محافظة الموصل، وأيضا نوجه الشكر إلى بلدية محافظة الموصل أنه قامت بهذا العمل، واليوم العمل كلش متاح. وأنا من محافظة ديالى أعز هذه الشتلات حتى تعبر عن الواقع الخدمي في محافظة الموصل. لما عنه عن هاي المبادرة جت فكرة ببالي أنه تحدي إلي أنه أزور محافظة الموصل وأطلع على الأحداث اللي يصير بيها والفكرة اللي نقلوها، بحد ذاتها هاي قصة نجاح لي أزور أول محافظات المحررة، والحمد لله أنه تعديت العقبات والتحديات اللي واجهتني من قبل أهلي والمجتمع، وجيت شفت مدينة الموصل غير عن اللي نقلوها لنا. وممكن يعني إحنا من عندنا إحنا نبدي إحنا نعمرها، إحنا نزرع بيها حتى ترجع مدينة الموصل المدينة القديمة اللي دائما نسمع عنها هي أم الحضارات.